أحسن مت قبل هذا، وكنت نسيا منسيا. ليته لم يسمع أحد باسم مريم ولم يعرفها قط أي إنسان. أليس معك ولد المسيح؟ نعم، لقد ولد المسيح. يا مريم أيتها السيدة مريم، مباركة لك كلمة الرب. مما تشكي؟ الجوع؟ العطش؟ انظري إلى الأرض تحت قدمك، لقد فجر لك الرب تحتك عينا. أترين يا مريم كيف لم ينسك ربك؟ والآن اشربي منها حتى ترتوي. زلت حزينة؟ هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أترين إن الرب جعلها محملة بأعداق الرطب؟ كلي يا مريم وقري عينا، فإن عليك أن ترضعي المسيح. كلي أكثر، فإن أمامك طريقا طويلا. عليك العودة إلى أورشليم. إلى أورشليم ومع هذا الطفل؟ وكيف هذا؟ فلا أحد منهم سوف يصدق كلامي، لا بل سوف يتهمونني.
ولكن إذا كانت تلك إرادة الرب سبحانه فأنا مطيعة له على الدوام. عندما تعودين إلى المدينة لا تكلمي منهم أحدا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فإن ولدك هو الذي سيكلمهم بإذنه. تعال تعال وانظر إلى ذلك بنفسك سيدي. لقد حدث ذلك صباح هذا اليوم الباكر يا سيدي. يقول أحد الخدمة إنه سمع صوتا مخيفا يخرج منه. يا سيد إفرائيم، اهتم بأمره أنت بنفسك حتى لا يتحدث بهذا الكلام في مكان آخر. شيء غريب، هذا النجم المذنب في السماء، والآن هذا الصدع العظيم في القدس. يجب أن لا يعرف أحد من خارج المعبد بأمر هذا الحادث. أعطيهم الأمر بإصلاح الحائط على وجه السرعة. لا أدري ما الذي حصل تماما، كل ما أعلمه هو حدوث أمر عظيم، أمر لا نظير له اهتزت له كل كائنات العالم، ولا أعلم أكثر من ذلك. إليصابات، اذهبي مع يحيى إلى مدينة أخرى، إلى بيت لحم أو الناصرة، وأنت يا يوسف تهيأ لنأخذ مريم بعيدا من هنا بمجرد أن نجدها. أنا مستعد. وماذا عني؟ ماذا ستفعل؟ أنا سأكون في المحيط ما بين أورشليم والجليل، فلعل معارضين يوجهون غضبهم نحوي وينشغلون عنك يا إليصابات وعن مريم. كلا، سوف نبقى معك، لن نتركك وحدك. عليك أنت أن تفكري بيحيى، فقد رزقنا الله إياه لأمر عظيم يا إليصابات. أما أنا فرجل عجوز وقد شارف عمري على الانتهاء، ولا أنظر إلى الدنيا بعين الطمع، وما أريد هو راحتكم. هيا يا يوسف. ليكن الرب معك. انظروا هناك إلى الأعلى، امرأة وطفلها. إنها مريم. نعم إنها مريم، ولكنها تحمل طفلا. تحمل بين ذراعيها طفلا؟ نعم. أريل ويوشع، أسرعا واخبرا السيد يسكار، قولا له إن مريم قادمة إلى المدينة مع طفلها. أعلموا جميع الناس، هيا اذهبوا بسرعة، عجلوا هيا. المدينة مع طفلها. أبلغ الكهنة بهذا الخبر. فلينتهي اليوم كل شيء. لقد حضر الصدوقيون أيضا.
هل هذا الخبر صحيح؟ هل الصدوقيون معنا؟ إننا متحدون جميعا لمحو الفتنة والفساد من بين أقوام اليهود كلهم. إذن هيا بنا. سوف أتخذ قطعة من هذا الكوش. ما الذي يحدث؟ أينتظرون أحدا؟ أنا لا فكرة لدي. اصبروا قليلا، تحملوا قليلا. إلى الخلف ارجعوا إلى الخلف. هيا دعوا مريم تأتي، فقد هيأنا أنفسنا واستعدينا لتنفيذ الحكم الإلهي بحقها. إنها مريم.